وإلى البورصة المصرية مشاهدين، التي أنهت تعاملات جلسة اليوم بتمايل في المؤشرات، إذ خسر مؤشر رأس المال السوقي نحو 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 708.566 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة بلغت 1.87% ليغلق عند مستوى 11.094 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.32% ليغلق عند مستوى 1911 نقطة، فيما صعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 0.5% ليغلق عند مستوى 2896 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. نبدأ بالدولار الأمريكي الذي يسجل 15 جنيه 65 قرشا للشراء مقابل 15 جنيه 77 قرشا للبيع. اليورو يسجل 17 جنيه 10 قروش للشراء مقابل 17 جنيه 24 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني يسجل 20 جنيه 70 قرشا للشراء مقابل 20 جنيه 87 قرشا للبيع. نتحول إلى العملات العربية، نبدأها بالدرهم الإماراتي الذي يسجل 4 جنيهات 26 قرشا للشراء مقابل 4 جنيهات 29 قرشا للبيع، فيما يسجل الريال السعودي 4 جنيهات 17 قرشا للشراء مقابل 4 جنيهات 20 قرشا للبيع.